صوت مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. له نفتتح على بركة الله هذه النقطة الصحفية أو الندوة الصحفية المقامة في مدينة لاصق قناص بجزر الخالدات هذا البلد من أجل الدعم والتأييد والمناصرة للقائد الرمز محمد بن عبد العزيز. بعد 4 سنوات من المماطلة والظلم والانتقام على ما رأى ومسمع من الموريتانيين، نفتتح هذه الندوة على بركة الله بآيات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخلقنا من الشاهدين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه المداخلة. بداية أراني نقدم جميع عبارات التحية والتقدير للقائد الرمز المشفوعة بالشكر والتقدير، القائد الرمز محمد بن عبد العزيز، والشكر موصول مع التقدير لكافة أنصار القائد في كل مكان في موريتانيا وفي الخارج، وخاصة جبهة التغيير. ونقدم أيضا جميع عبارات الدعم والتأييد والمساندة لأطر والوزراء السابقين المعتقلين اعتقالا تعسفيا خارج الإطار القانوني مع القائد، ويتعلق الأمر بالوزراء الذين قادوا سفينة النهضة الاقتصادية والثقافية والتربوية في فترة العشرية الميمونة. نقول لهم أصبروا كما صبروا، ونقول لكم جميعا، ونقول للقائد الرمز أصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل فإن النصر حليفكم. الله جل وعلا وعد المتقين ووعد المؤمنين بالنصر. وجولة الباطل مدتها ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. لاهي نطرح تساؤل، ولاهي نجيب راسي انطلاقا من الواقع والمعطيات. لاهي نقولوا عني راني مهنئ الشعب الموريتاني عموما، ومهنئ القائد الرمز وأنصار القائد الرمز في كل مكان، عنه أراه وظهرت براءته على ما رأى ونسمع من الجميع. وهذا النظام اللي ينقال له نظام الخيانة والتدليس والفساد والانحطاط الأخلاقي والفكري وخرق القانون وعدم اعتبار الدولة وسيادة القانون
هذه المهزلة اللي خلق للنظام للدولة الموريتانية مدة 4 سنين راهي ما ترى تخافي على حد. ونعرف على مرأة ومسمع عن القائد الرمز عنه بريء، وتضافرت جميع الأدلة وجميع القرائن وجميع التصريحات اللي تثبت بما لا يدع مجال للشك عن القائد الرمز أنه بريء. كما صرح بذلك أول تصريح إعلامي قال عنه، وجه كلمته المباركة الصادقة ونحن عرفناها لا بالصدق، قال الموريتانيين كاملين وله وما هو خجلان وله متزعزع، قال عنه ما عنده قية من ميزانية الدولة، يتحدى أي وزير وأي مدير وأي عون عمومي أنه يجيب أي دليل عن عنده شيء يتعلق بالدولة. هذه النقطة بزيت راح نتكلم لها، وراح نتكلم المبطلات والخرقات والخزعبلات اللي عدل ذا النظام اللي عايش فيها هذه الدولة وهذا الشعب فترة من الرعب، وأرقت بظلالها على جميع الحياة الموريتانية، وكانت عندها انعكاسة سيئة. شنو أسباب هذه القضية؟ أسبابها أنا لخصها ثلاث أسباب أساسية. أولا البغض والانتقاء وضعف الإيمان وانعدام القيم الأخلاقية، وهذا ظهر. وثانيا الجهل وضعف الواسع الديني. به اللي لو كانوا عندهم إيمان قوي ما يبغضوا ذي الحساسيات مع محمد بن عبد العزيز، ويرضهم يذكروا عن أن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ويعرفوا عنه إذا كان أراد الله لعبد العزيز عنه يتحكم مرة والله تحكم مجموعته لا بد أنها تخرج، ما له ينفعها يرد قضاء الله، ما له يردوا الغزواني ولا له يردوا الحويرثي ولا له يردوا حد يصوشهم. وهذا هو قصدي بانعدام ضعف الإيمان وانعدام الوازع الديني، انحطاط القيم والأخلاقية، أن الناس استغلت هذه الوضعية كاملة، وعاد محمد بن عبد العزيز ملف، وهذا وسيلة للاسترزاق ووسيلة للنفاق ووسيلة للانحطاط، يستخدم كامل ويرقوا عليه المسؤولين ويمولوا عليه المشروعات ونعطى عليه الصفقات بهذه المسألة. وهذا كامل ما ردوا لا وضعف الإيمان والانحطاط الأخلاقي. وفي هذا المجال أرانا نرحموا على العدالة الموريتانية، نرحموا عليها، ورانا أنا بعد شخصيا مولي إلهي نرحم على قامات وأسر كانت قائمة في الزمن الماضي وتعتبر قامات صوفية وقامات علمية وقامات أخلاقية وتربوية كانت قائمة، وتبان للأسف سقطت في أوكار النفاق السياسي والسياسة النتنة بعض منهم، وبعض منهم سقط في أوكار الصهيونية تحت ستار الإبراهيمية. نتأسف شديد الأسف أن هذه الأسرة اللي كانت بالأمس مثل يقتدى به سقطت اليوم في الحضيض أخلاقيا ودينيا وشرعيا، ولا إياك تعود بعد قاع مازال عندها إيمانها. نعني بذلك للأسف أسرة هربية المحترمة اللي كان عندها الدور التاريخي، اللي قادت اليوم هي اللي تقود هذا الملف الظالم بوزيرها وبالقاضي والسيدي يحيى اللي تقطع راحته باش يجي يعود يحكم حكم بالباطل وله مسبب، خوف لعله يحكم القاضي الثاني براءة محمد بن عبد العزيز.
هذه الأسرة للأسف سقطت إلى غير رجعة. رحم الله هذه الأسرة والله لي عنكم، اقرأوا عليهم الفاتحة، هم والعدالة الموريتانية، وكبروا عليهم أربعا لوفاتهم، نعني بذلك أسرته البيب وأسرته الغزواني، سقطوا سقوطا لا رجعة فيه. والزمن الطويل كان عندهم مجد متراكم واليوم سقطوا. فأوكار سياسة نتنة الانتقامية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وضد شريف وزعيم والشرفاء ذقهم وأخلاقهم معروف عند العلماء والزوايا كاملين، أنه آفة العالم في الولي وآفة الولي في الشريف، وأن الشرفاء مأمور بتكريمهم وتبجيلهم والتجاوز عن أخطائهم وسيئات اللي يرتكبوا البسيطة في الدنيا كلها باستثناء جرائم الحدود والقصاص لأجل قرابتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتناقض تماما مع المسطرة الظالمة الكيدية اللي قاموا بها أربع رجال ما أنزل الله بها. ونرحم أيضا على وفاة أسرته الحويذي هل اللي أصلا عندهم نسب في العروبة والهاشمية، كانوا يبدو عنهم السوء، مثل عنده نوع من السوشيال هم. هذه القضية ذل من الحطاط عليها، ما هم من عادات الزواج ولا من عادات المسلمين ولا من عادات العرب، وهذا طبيعي لأنهم هم قاع مع عربة ومع العرب. فكر العروبة شيء كبير ما قطع ينقبل بذيك الحيلة بالممارسة، لا تهن. قالوا العرب عما ينهى من كريم قوم ولو كان مشارا إليه بالتعظيم. وقالوا مولي عن إذا عاد حد قطع سنة على حد ولو عاد عنده وساء عليه يلطل تم احتفظ بذلك، إذا ما خليلي قد سامرة وقد كان فيما مضى مجملة تذكرت الماضية من فعله ولم ينسني الآخر الأولى. رحم على وفاة ما والغزواني مازال توفى، ولا تريد له ذكر بي اللي حتى توفى ما يا الله تري وعزورة 40 يوم يوم، واللي الغزواني نعتبره توفى مازاله يوم منين وقفت عايشة من تجارب قدام مستشفى القلب وقالت له خلي شيل التاريخ وخلي شيل العلاقات وخلي شيل النسب وطلص عنك محمد بن عبد العزيز اللي وقف من وراك وعينك ودعمك بمادته وماله ودعمتك وصرته كاملة وتنقلب عليه في هذه الظروف اللي هي بدوافع انتقامية سياسية وحد له يسيء ما نافع حد ما يقدر يمسه ولا يقدر يعدل بشيء وشر. هذا هو اللي نقول، هذه القضية كانت نتائجها السيئة، هذا الملف الكيدي ما لا جنت منه موريتانيا. لا نعطيكم نتائج هذا الملف الظالم اللي وحدت فيه الدولة، مات لا عندها من شغل ولا مشروعات ولا إنجازات، ما هو شغل الرأي العام قضية محمد بن عبد العزيز. كان من نتائج ذلك نتائج سيئة، منها أولا انعدام الأمن واحد، وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها به للسلطات الأمنية بالشغلة قلبا وقالبا عن متابعة الأمن وأحلف محمد بن عبد العزيز ومتابعة أمنات العلية ومتابعة الطافلات اللي يجيبوا زيارة القائد وزواره وأنصاره
مات لا عندهم أي دور يسوى شنه في الأمن، انتهزت جرائم، الناس انتهزوا، المجرمين الساحة وعادوا يصرحوا ويمرحوا جنوبا وشمالا، وكان من نتائج ذلك عن كتلة الناس، وانتهكت أعراض الحرائر، وانتهب المال الكثير، وانتشرت الجريمة في كل بلد، وقتلوا الموريتانيين في مالي والشمال والشرق، ناس ما يصطاعد الدولة ما يشغل الدولة، المهم عندها محمد ولي عبد العزيز أكانها تصفي معاه حسابات. هذا هو، هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية تصاعد وتيرة الفساد في مغرب وصرف على الجواسيس وسطاء السوء وعلى موك الرجال اللي واحدين فيه لا صحة، كيف قال الصحافي ينكحون الأخضر واليابس، ذيك الشبكات اللي يدير مولي والغزواني اللي معروف بدوره في ذاك النوع، تبذل هذه الأموال على المحامين وعلى غيرهم 60 محامي، وتوصيف هيئة دفاع عن الطرف المدني، الطرف المدني ما أنزل الله به من السلطان، ما قد شفنا الدولة في التاريخ أقولها وأنا خبير دولي في القانون وقاضي دولي، ما فيه اليوم قاضي يحمل تزكية وثلث مراسيم من ثلث رؤساء، ما هو أنا ذا شخصيا وخبير دولي وراهم يتصدون للخبراء القانون، ما في حد قطش في المثال الجناي منصب طرف مدني نهائيا في المجال الجناي عن الدولة، لأن الدولة الحق العام كامل وتقوم عنه النيابة، والقضايا المدنية اللي تدخل فيهم النيابة بصفتها زاد هي تنوب عن الطرف المدني مرحليا، هما القضايا اللي معروفين اللي يبل يجوز بهم تبليغ الملف للنيابة اللي تكون طرف متداخل مدنيا، كيف قضايا الحالة المدنية وقضايا القصر وقضايا المفقودين وحالات معينة، هي المجال المدني اللي ذاك المجال الطرف المدني مخلي للنيابة ذاك المجال ذاك، وهذا الطرف ما يقد نهائيا. هذه واحدة. النتيجة الثانية فساد الدبلوماسية وانحطاط هيئة الدولة في الخارج والداخل، وأقرب دليل عندنا اليوم هي واللي الغزواني اللي بتواسي عنه رئيس، ونحن نعرف عنه ما هو رئيس، واللي الغزواني الظل احنا نعرف عنه الرئيس والحويري وجماعته، ونلامس مستقبل من نائب أمير، ما عنده قاع صفة أمير هو من نفسه، نائب أمير الرياض، هذه هي هيبة الدولة، هذه هي بروتوكولات، هذا هو الاحترام، الدولة ما تلات خارقة وزاد هي اللادي عنها يا الله تنكبروا عليها أربعة عند وفاتها. السقوط لا هنا رجع مولي من نتيجة هذا النتائج، هذه قلتها قاع في المقدمة عنها من الأسباب غير من النتائج، سقوط الزعامات التقليدية الدينية والصوفية اللي قلنا البيا اليوماتية يحرفون الدين، وشيخهم شيخ نجد راكم تعرفوا في السيرة الشيخ النجدي قصته، ولاني شارح حالكم وراه هو يعرف قصة الشيخ النجدي من يذوق جاذوك الأحلاف يدوروا يعدلوا حلف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإشار عليه الشيخ وقال الشيخ النجدي ما قال الرأي وما قاله الشيخ النجدي يا غير منين تحركت فصائل الفتح المعزز بها النبي صلى الله عليه وسلم، هرب الشيخ النجدي وقالوا له عنه يقرب، قال لهم إني أري ما لا ترون به، الشيخ النجدي هو عبارة عن الشيطان، والبي جاء الموريتاني يدعي ولو منصب وزير، منين رفض وزير العدل ولا رمضان
متابعة القائد به اللي يعرف الدستور يعرف القانون. وقال هذا والغزواني بذلك الساعة عنده بقية من أخلاق وشيء من التقوى. عرض عليه الأمر قنعه وقالوا قس الوزير الأول قالوا عن ما يقد المشا ما يقد القائد يتابع شخلق عاد يؤتى بابن والبي ولد الزاوية الإبراهيمية زاوية الإبراهيمية في آخر العمر لذلك استورة الزاوية الفكر الإبراهيمي والزاوية الإبراهيمية ويفتحوا الصالونات في موريتاني. هذا هو السقوط. ما قد حد سقطوا واحدين من العلماء ما قد حد يتكلم لا أحد يسكت يتكلم سكتت الصبح كامل يصم بك من عميون لا أحد من العلماء يقول هذا خاسر ذلك تعدل الدراجة ولا أحد يقول الديانة الإبراهيمية نوع من الردة لأن الردة كفر المسلم بصريح أو بلفظ يقتضيه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى يجيب الموريتاني اليوم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله ونحن نؤمن أنه نبي الله وأحد الخمسة أولو العزم من الرسل معروفين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لا جدال في ذلك ولكن ما كان يهوديا ولا نصرانيا حنيفا مسلما. تحريف القرآن اليوم على غير ما أنزل الله والدعاية الإبراهيمية بدل الدين الإسلامي هذا نوع من الردة. سقطت هذه الأسر للأسف ومستنقع ظل وتصفية الحذاء. ما جبرت الدولة الموريتانية حد تلطخ فيها أياديه بظل ودشارشير الشرفاء والزعماء وأولاد العائلات ما هم والبي هذا الوزير اللي هو أصلاً بعد قاع من نفسه فاشل ما عنده بعد قاع ثقافة قانونية ولا عنده ثقافة شرعية شي يسوى شنو أنه تأسفه وسقطت وراها الزاوية الغزوانية والله الغوفية يا أصلاً فرع من قط كان أبوه معي صالحاً ما شهدنا إلا بما علمنا وما لاع غير هذا بعد ما هو طريقة بعد الزوايا التقدمية وإذا ما هو سيرة العرب وإذا النوع من الانتقام ما يلجؤونه ولا يقول هم اللي عنه دور ينعكس عليهم. هذه سقوط هذه الزعامات يؤسفروا وأشد أسف والموسى واليوسف والشيخ سيدير المحامي اللي يوقف قدام المحكمة تشارته اللي بتقدم بها لله جل وعلا ويتقرب بها للدولة اللي ساء على زعيم ينتسب لآل البيت وقدم الموريتاني ياسر من الخدمات في المجال نشر القرآن العظيم وفي مجال المساجد وفي مجال الخيريات وفي مجال بناء المساجد وفي مجال الحج وفي مجال المحاضر وغيرها ما بقى نوع يخرش من الإنجازات ما عدلوا. والشيخ سيدية اليوم يوقف ويسيء على محمد بن عبد العزيز في قاعة المحكمة ومحمي من المحكمة وقت انه قط شيء يطلب يتجسس يكتتب مخبر جاسوس ومحمد بن عبد العزيز احماه به اللي دور يحمي الزاوية الكريمة بيت العلم والصلاح من ذرية الشيخ سيدية الكبير نفعنا الله ببركته اللي هو من مسادير شيخنا الشيخ سيد المختار الكبتي
معروف بالولاية والعلم وسمو الأخلاق لاعت به الركبان، قالوا فيه الشعراء ما قالوا، حوت ما دون مرتبة التلبي، يداك من المكارم والمعالي، وأنت إذا من الثقلين طرا بمنزلة اليمين من الشمال. الشيخ سيدي اللي يرعى الخواطر ويرعى الضيف، أنه حتى أنه أرعى خواطر الجمادات، عندما رحل من بير الميمون اللي قالها بكلام الصنهاجية تامر زقيت، عادت الرياح كأنها تبكي على رحيله عنهم، يبقى فيه بيه الخواطر، عاد يوجه لها الأبيات اللي ما خارج حد ما يعرفهم، يدور لعل يعود ذاك يوحي لنوع معين ما هو يشوف عنه، يختار ذيك البير ذيك عاد يبتدعها. هذه هي الأخلاق، الثناء على الجمادات، اعطف على الناس حتى اعطف على البير، وعاد يودعها لبيات لعمرو كما ترتاب مينمونة السعداء، بأننا تركنا السعي في عمرها عمداء، غير أننا عبيد مشيئة ولا عرف أن يعجز السيد العبد. هذا هو الشيخ سيدي، نأسف على هذا النوع من ابناء الشيخ سيدي اللي يوقعوا في ذا، اللي يوقعوا في ذا النوع ذا، متأسفين ومتأسف السقوط هذه القامات. ولكن بعد زاوية تهر الشيخ سيدي بعد الحمد لله على أنها ما زالت صامدة كالطود، شامخة طود عظيم، ولا إليه تسقط ولا إليه أثر عليها السقوط محامي فرد منها، وإن سقط هذا الفرد رهم الفراد الثانيين قائمين. ونحييهم ونحيي والهارون الخبير القانوني جملة، ولكني أراني متأسف على سقوط الزعامات السياسية، ولا له نقول كيف قال يا عمي والد ولد صلاح، وفي واحدة ثانية نقول يا الله بجاهك يا الله برسولك لمين اللي جاهه عندك ثمين، وندور نقول أمين الدعاء ومستشابه هؤلاء الشيخ المظلومين المعلومين ساس دينك واقطابه اللي كانوا عماد الدين، الله لعاد وخرابه، الله لعاد وخرابه. هذا هو اللي لا نقوله، لاهن هذه كأنها مقدمة وسمحوا لي لاهن نزيد شيء ملي هون، لاهن نشوف النقطة الأخيرة، لاهن نبين نوع من القضايا القانونية. يطلب التقبيل عن الجهل هو أسباب بلاء البلاء في كل شيء، وهو من أسباب القضية. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هما نفسهم وضلوا الناس. وهذه هي القضية اللي خلقت فاد. أولا قضاة العلماء اللي كانوا موجودين في موريتانيا ماتوا، وهذا هو الواسطة، بعض من الزعامات بدأت تسقط. والعلماء رحم الله محمد سالم العدود، رحم الله بداه البصيري، ورحم الله المحبوبي، ورحم الله العلماء كاملين، بقى مجموعة من القضاة خايفين ولهم علماء. وأطمشي يوقع للقاضي هو الذل والجبر. القاضي المرتشي في الجبان لا فرق بينه وبين المرتشي، نظام جهاز قضائي وجهاز إداري تمكن منه مجموعات جاهلة، والجاهل عدو لنفسه، فكيف يكون صديقا لغيره؟ الجهل ما يجيب ما هو الدمار، عادوا له جرهم للجهل والحقد اللي وقعوا الدولة في المضلة. قالوا عنهم لا يطلبوا فتوى من واحد قالوا برمو،
اسمه قاع احضاه وانا قاع ماني ماسي عنه اسمه قرمو انا فاهم عنه هو ينقلوا له قرمو وانا قاع تاهم عنه اسمه ينقلوا لقرومو تاهم عنه قاع لقرومو ولقرومو لقرومو تقال الكلام الخبيث وهو خبيث ذات هو من نفسه اسمه واسمه كاسمه قرومو بالفرنسية تاهم عنه مخصر اسمه قرومو معناه عنه الكلام الخبيث الفاحش وجاهل لا يعرف القرن افتاء عن ذيك الفتوى قال عنه قال قضية وانقلب السحر على الساحر قال عن الأعمال المنفصلة يجوز متابعة الرئيس عليها هو ولي محمد صالح وعنه ما غير الأعمال المنفصلة لا يجوز متابعته وهم الاثنين وقعوا في مطب خطأ بسبب الجهل المادة 93 واضحة وضوح الشمس أنه لا يجوز لا يكون الرئيس مسؤولا عن الأعمال التي قام بها أثناء ممارسته لوظائفه لا وهنا في لا نافية للجنس مطلقة لا يجوز وبعد الدول يقول لا يجوز قاع لا متابعة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجناية لا يجوز نهائيا المشرع والدستور هو اسم القوانين اعفى الرئيس من متابعة بمناسبة وظائفه قالوا صهوما عنه وهذه هي اللي دهراهم بهم الجهل وجبال الهر هو السبب قالوا عنه الأعمال المنفصلة ندعو فما أعمال منفصلة لا يزيدهم أنا صفتي خبير وفات عليهم بهم الجهل في القانون والبحث عن لقمة العيش وفي أروقة فرنسا أنا صار معك تبحث لذا أنا من خلاكتي من أبواب الجامعة متنقل بين المحاكم الدولية من أبوظبي الفاس لنواكشوط للرباط لبني ملال المنظمة العفو الدولية الأمن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى غيره لا يقول لهم أنا لا عن أولا محمد بن عبد العزيز للواقع اللي عندنا اليوم ما فيه أعمال منفصلة قام بها خارج وظيفته أولا بعد كان وثانيا قصد ذوك اللي قالوها وهي بدعة جديدة قطوا عدل قفتاه بها واحدين في فرنسا الأعمال المنفصلة بالشرط تكون مجربها القانون ويقصد بها الأعمال المنفصلة يقصد بها المسؤولية المدنية عنه هو ما يقدر يتابع أمام القضاء الجنائي عن الأعمال غير المنفصلة اللي كان يمارس يغير يقدر يتابع أمام القضاء المدني عن مدنيا عن الأعمال المنفصلة وهذا طبيعي بهم اللي هما ما يعرفوا القانون يبانوا عنهم مجال الحصانة جاء في المجال الجزائي ما هو في المدني المدني ما في حصانة الرئيس ولا سفير ولا وزير به اللي مرد مؤسس على المادة اللي جاية في التشريعات كاملة أنه كل من أحدث خطأ للغير بسبب خطأه أو إهماله أو تقصيره أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة يكون مسؤولا عن الضرر المعنوي والمادي الذي أحدثه وهذا هون بالذات راح تعود الدولة مسؤولة عن الأخطاء اللي ارتكبت في محمد بن عبد العزيز ده نقول عن الدولة مازالت لا تعود مسؤولة عن الأخطاء اللي ارتكبت محمد بن عبد العزيز وإتلاف أمواله وحبسه بطريقة غير قانونية ولو الله يعود مسؤول عنه لو قرمو ذاك والله لي قرمه قاع مولي هم الأول هو اللي يعودوا مسؤولين عنه لي قرمه اللي قال الإنسان مكلوب أصلا اللي يعودوا مسؤولين عنه مازالوا
بفتواهم ذي الغلطة هو ولا بتي وول محمد صالح والزمن طويل. لا يهون ما يقول عنا احنا نعتبر محمد بن عبد العزيز عنه محبوس تعسفيا خارج القانون به اللي محصلوا الدستور. هذه واحدة. لاهي نرجع مالي هون لاهي نقول مسألة عندي الدعوة باطلة جملة وتفصيلا توفرت فيها جميع أسباب الاطلاع ولا يجوز سماعها قدام القضاء حالي. محكمة الفساد هذه غير مختصة إطلاقا توفرت عليها الأعمال لعدة أسباب. أولا موضوعها جاية قابلين ياسر منها 70-80% منها مشروعات معينة كانوا قاموا بها وزراء وقامت بها الشركات وفيها تجلب النفع العميم للدولة الموريتانية. مشروعات ما قط شفنا دولة تحاكم رئيس دولة على مشروعات مزادة هي قائمة على الأرض الواقع. هذا أولا بعد قاع من ناحية، هذه بعد قاع معضلة المعضلات، هذه إشكالية وهذه فضيحة الفضائح. رئيس شرشر متهم بصفقة المطار، صفقة المطار اللي هي قائمة على الأرض. هذه واحدة. النقطة الثانية عن صفقة المطار وصفقة الشركة الصينية هولي دونغ وصفقة تفويت الأملاك العقارية، هذو المسائل الثلاثة وغيرهم حدثوا قبل القانون الصادر يوم 15/4/2016 اللي هو قانون الفساد، والقانون ما يطبق بأثر رجعي. لا نقولها بالحسانية، القانون ما يطبق على شفات خطة اللورة، ما يرجع اللورة ياك يطبق على شفات خطة نهائيا في القانون. ينقالوا شيء مبدأ عدم رجعية القوانين، وهذا من جهل لو قرمو أسمعت لقرمو هذا هو السبب خطأ من أخطاء أمد. هي أنا لا يقول لكم أصول المسائل بي اللي افترضت لكم عنكم، لا تعرفوا اللغة ولا تعرفوا المسميات، لكن يقول للددو اللي كانت اللي يتكلم إنه هون عن تيدرة ويقول عنها تلقى لها المقبرة جزيرة تيدرة. نحن أخبر نحن هم أهل تيدرة، أهل مكة تدرى لاستيعابها. هو به حمار والعدود يتكلم عن والعدود يعرف اللغة الصنهاجية اللي هي سكان جزء من سكان موريتانيا، هو ما يعرف فبصة. ها لا يباطل سمو المسميات هون. القرومو الأستاذ القرومو ذاتوا عليه هذه ذو المسائل تخطاها، كان قبل يقيس المفصلة والغير المفصلة اللي كانت الدعوة بنية سليمة مفترضة كما يفرض القانون، يقولوا لا هذه الدعاوي ما يطبق عليها قانون الفساد به اللي تخطاها القانون ما فيها أثر رجعي. هذه واحدة. إذا أنتوا قاع مولي له طبقوا القانون بأثر رجعي، قانون الفساد، قانون الفساد قال عن ما يطبق عن الجرائم اللي وضع جنح اللي تخطات عليها 5 سنوات واللي تسقط بالتقادم. ملف محمد بن عبد العزيز كامل وسقط بالتقادم، لا يجوز سماعه. لماذا؟ الدعوة اللي بدأت تحرك راك حالا بدأت تحرك سنة 2020 شركة شركة المطار اتفاقيتها وقعت يوم 6/11/2011 خلصوا عصبوا معاي 2016. وشركة الشركة الصينية تم توقيعها يوم 7 يوليو 2010
هاي تخطاوا لها 5 سنين زيادة عاد 6 2010 تفويت الأراضي العقارية اللي يعتبروا هم ويطبروا عليها بهم الجهل ويعتبروها عنه نوع من الفساد، وهي ما هي نوع من الفساد؟ لأن هو ما يتكلم على عمق القضية، قبل يتكلم عن من الشكل به القانون يقول عنه لا يجوز إبداء الدفوع الموضعية قبل إبداء أي دفوع في الشكل، قبل إبداء الدفوع الشكلية، هذا لا من ناحية الشكل لا يقول عن محكمة ما هي مختصة. 2010 هذه المسائل كاملة تسقطوا، واحدة منهم 2010 والثانية 2011، ثنتين 10 2011 سقطوا. وبالإضافة إلى هذا فيهم اللي غلط فادح وفضيحة فادحة وجهل فادح، هذو الملفات ما خرجوا عن النطاق بهم اللي صادق عليهم مجلس الوزراء. صفقة مطار المتوسي صادق عليها مجلس الوزراء بموجب مرسوم يوم 13 اكتوبر 2011 صدر فيها قانون، انطوا ملف القانون مجلس الوزراء، شي مجلس الوزراء ما تريجوز فيها الطعن نهائيا، لا يقولوا ان هنا الشاشه التهربيه هذا واتباعهم يطبطبوا ويقولوا ويتلاوي يحاكموا على عم السائل فات حسن فيها مجلس الوزراء، لا يجوز نهائيا. شركة صينية صادقة عليها زاد هي، ومن غريب الأمر من الصدف أن الشركة الصينية والمطار وصادقة عليهم مجلس الوزراء في نهار واحد يوم 6 في شهر 6 2011، وصدر مجلس الوزراء في البرلمان زاد هو في الشركة صادقة عليها وصدر قانون بالمصادقة عليه. شوف هذا صدر فيه قانون بالمصادقة ما تري يجوز فيه الطعن بدل المحكمة الدستورية. لقرومو ولا بتي ما بغاو يقولوا ذا الدولة غلطوها وقعوها لأنهم جهال وافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قضية المشروع قضية الأراضي العقارية عدل وعد ما هي فيها شيء شخصي لعبد العزيز، عدلتها الدولة بقرار صادق عليه مجلس الوزراء وعدلت له مناقشة ومناقصة ويدخل في إطار صلاحيات الدولة وموجب قوانينها، والدولة شخصية اعتبارية لا يحكم عليها بالإفلاس ولا تحاكم جنائيا. وفيه فرق بين المسؤولية الشخصية لمحمد بن عبد العزيز وبين مسؤولية الدولة، هذا كامل اللي ماشي فيه مسؤولية الدولة. نقطة ثانية وهي النقطة الكبرى والطامة الكبرى اللي عن ذا القانون الفساد لا يخاطب الرؤساء للوزراء، الوزراء غير مخاطبين بقانون الفساد به اللي يعني لا المؤتمنين ولا زجان بس وحراس المقازينات والمسيرين، ولا يعني الرئيس نهائيا، ولا يجوز محاكم حبس القانون محاكمة الرئيس على مسائل قاموا بها أجهزة معينة. والشركات اللي عدلوا تراوي دخلهم ظلما وبهتانا عندها مجالس إدارية إلى انحرفت قاع، يا الله عد حد من حرفيه يلا يطعن فيها أمام القضاء في أعمالهم إداريا عن طريق هذا. اخترت الله نعطيكم هذه المسائل. لا يقول عن هذه القضية عنها ظلم وتزوير، وكانت عندها النتائج اللي كنا نقوله اخبص نتائج انتشار الجريمة وتصاعد وتيرة الفساد وفشل الدبلوماسية وسقوط الزعامات للأسف الدينية وسقوط الأخلاق ياسر من الشعب اللي جاي يفرض يدور شهادة الزور، هذه واحدة. وانهيار وتحطيم الاقتصاد والبنى التحتية في الشمال، وبروز أخيرا ومن الظلم تولد الحريات، وبروز أخيرا
تيار سياسي متضامن إذا صار عبد الشيخ محمد بن عبد العزيز وأهل الشمال وبدأوا يعاوا حقوقهم ويلوحوا بالحكم الذاتي والدفاع عن مصالحهم. وهذه قضية ما كانت جديدة ومن النتائج اللي ما كان يتوقع عليها، وليس غريب إذا استمرت هذه القضية وتمت بهذا الشيء يا الدولة سدي عنك ملف محمد بن عبد العزيز بحد المقام يتدارك. محمد بن عبد العزيز يدينون سكان الشمال برمتهم بالولاء، وراكم شفتوا عنه زيارته ما قدت الأمن يمنعوه من يدخل الوادي، وكان لا يخلق انفلات، ويدينوا له القوارب ويدينوا له الحركات اللي بيه لذوق. هو واضح وصادق قال عنه خدمة الدولة بنية. اليوم أتيه هذا أصبح تيار يطالب بالحكم الذاتي، وليس غريبا الصبح عنهم يطالبوا بالاستقلال. ولم لا؟ أرضهم ملانة من الخيرات، ملانة من الذهب، ملانة من الحوت، وهم أبطال أصلا، هم كانوا يقودوا المقاومة، وهم معدلين الآلاف الدولة على قدها. وهم ندعي أحرار العالم، وصار محمد بن عبد العزيز عموما اللي من جميع الولايات ومن جميع القبائل، وندعي بصفة خاصة ولايات الشمال، منذر عشيرتك منذر عشيرتك الأقربين عنهم يكونوا متضامنين ولا تلاوا ينقروا ويدافعوا عن حقوقهم في ظل القوانين الجديدة اللي تعطي الحماية المطلقة للسكان الأصليين. فيه اتفاقية صادرة سنة 1989 وياسر من الإعلانات العالمية تحمي السكان الأصليين، وفيه اتفاقية ينقالها الاتفاقية الدولية لحماية السكان الأصليين لكونفنسيون انترناسيونال دو بيبل انديجين، نختارهم يتمسكوا بحقوقهم ويدافعوا عنها. وراني ندعي من ذا المنبر الرابطة الأنصار محمد بن عبد العزيز من الشمال وغيرهم، وندعو لها المؤتمر عنها تعدد مؤتمر في أقرب وقت في الراحة المدرسية ويهيئوا أنفسهم لها، يعودوا يأسوا موريتاني تأسيس مطلب الحكم الذاتي. راه هو ما انفصال، مطلب الحكم الذاتي جاي في دساتير العالم، شيء قالوا حق تقرير المصير جاي في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية، الاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية والسياسية، جاي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره، وصادقة عليهم الدساتير كاملة بما فيها موريتاني. موريتاني ترجع وتحيل على الإعلان العالمي والوثائق الدولية، كل ما في الأمر أنه أي شعب يتمسك بالقوانين الدولية اللي تحميه بحقوقه. كما أنه الغزواني أيام ما حد أنه مازال حي وما حد أنه يقتل ساور ترى يعدل قانون الرموز، حتى نحن مولي عندنا متمسكين. وهذا رأيي أنا الشخصي، ومعايا تيار هذا هو رهوان منه وصاعد في هذا، متمسكين بحقوقنا. إذا استمر الأمر هكذا لاهي نستعملوا جميع الوسائل، ولاهي نقول لكم ونختم عنا ندوروا ملف محمد بن عبد العزيز يسد نهائيا ما أنزل الله به من سلطان، ومبني على الباطل وما بني على باطل فهو باطل، وفيه ياسر من الظلم والظلم مرتعه هو قيمه، والحويرثي ما يقد يحمي المفسدين الموريتانيين ولا ظلان، ويديبوا سات كاملين اللي عادوا مع معاه الغزواني ما يقدوا، وهم قعناهم معاه لا يبغوا ظل معاه لا راسه وذل. هذا هو اللي لا يقول لكم، ولا يقول لكم عن محمد بن عبد العزيز من ساعة شفنا براءته اللي أصبحت واضحة للعيان
عنا مالنا قابلين ونحبس ولا يعدل وشية وشرب ونحن بالمرصاد وندوروا صعدوا النضال المستمر ونتعاونوا مع جميع ولا لا يتخصنا هيئة تدعمنا وإعلان عن جبهة مدنية وللمنظمة اللي قلنا قاب قوسين أو أدنى وقابلين وأنا ما قد قلت لكم شيء ما قد عددته أراني من هذا المناسب هذه المناسبة أراني نحيي الزميلة سندريلا لا راهي تصنتني يعني عندها علم بهذا ولا يقولها يعني مأكد ذاك اللي قالت عن الدعوة دعوة المرفوعة ضد هذو المجرمين اللي عدلوا محمد بن عبد العزيز أراه هي ما زالت مسجلة في محكمة الجنايات الدولية وراه لا ينتظر فيها ولا يتابعوها والدعوة اللي مسجلة قدام مع الأمم المتحدة في جنيف من أجل الاعتقال التعسفي ضد محمد بن عبد العزيز أراه واصلة ستتابع بإذن الله وانا لا يقولهم عني اراني مزلت مع محمد عبد العزيز ولا اني اتخلى عنه وذاك اللي قطوا قالوا وحدين عني معاول الغزواني والله مع نظام الدولة انا نظام الدولة ما هو على مستواي وانحطاطني ولا اشتغل معاه ما دام نشر في السماء ولا هو على مستواي انا واثق براسي انا راشد حر وخبير دولي ومظاهرين عليه ذل الدول عندي شخصياتهم ولا عندي غلط في موريتانيا ولا عندي غلط في نواكشوط نواكشوط واديانا هم السكان العصريين ونعرفه نحن أدرى بنواكشوط نواكشوط مدينة شؤم أصلا ومن شؤم الدولة الموريتانية عودانها اتخذت نواكشوط عاصمة ومن ليلة القام العصر فيه لا الدماء نياسانيار بذاك هو في الشمال معناها بكلام البربرية الكلام الزرقاء اللي تتكلم عنه وندده نياسانيار بمولاة الأعلام واحدة من معارك فماتية هم اسمها ولاد رزق مع واحدين من العربان وأجوك ذاك هو فماتية بالمنين وقعت فيه الحرب اللي خلاو فيها تندغى هم والمدرش وخلات فيها قدالة وفماتية وليس بعيد منها الشريعة الشربب هي وما جاورها وعرضها أكثرية سبخة ومن أكثر الأماكن اللي يسكنوا فيها الجنون وقطاع الطرق أصلاً اللي كانت في السينيقال وظهر لي مولانا عن الغزواني ذول أظيمة مولي مجنة وخابطينهم أهل دخلة اللي كانوا في ماني جاي ماني جاي المواكشوط نحن أدرى بالمواكشوط ولا جاي الموريتاني ولا بلا غلط فيه يا غير نختاروا لها نبغوها مال الله نطلبوا لها من عند ولانا يصلحوا أحوالهم وعندنا ياسر من الخيرات وياسر من الذهب ونقول عن أهل الشمال عنهم نطلبهم للدفاع عن حقوقهم وعدم لهم خيراتهم وبناهم التحتية عنه مطلب أساسي ولا تراجع عنه يدور التماشي وأراضيهم أنا خسرت كاملة أرضكم أني ما يقدر يشهر فيها حد حس وأرض الساحل كاملة بلاتهم الحسيان وعادوا يداروا فيها السموم وهذا مخالف القوانين وأرض الساحل كاملة تقدر تعيش موريتانيا عايشة منها وللعلم بعد هون نقول عن أهل الساحل عنهم يقدروا يقبلوا حكم ذاتي وتم يساعدوا موريتانيا نظام الحكم الذاتي هو أرقى الأنظمة الفدرالية العالم كامل فدرالي اليوم إسبانيا ذول لي نحن قاعدين فيها دولة فدرالية بلجيك هذه اللي أنا نحمل جنسيتها دولة فدرالية بريطانيا دولة فدرالية سويسرا دولة فدرالية النرويج دولة فدرالية السويد دولة فدرالية الولايات المتحدة الأمريكية دولة فدرالية
هذه الحساسية وهذه كبرك من يتناول عن تكلم وتقوم تدفعوا وتفدوا وتحبسوا الناس اللي تقولوا عن حد قال عنه دور حكم الشمال. دور حكم الشمال حكيتونا بلد حكرتونا انهبتوا خياراتنا ولا فيه مساواة، وأرضنا ذي الأموال تقبوا منها ما دتوها في أرضنا ولا عددتوا لنا طرق نافعة. شبينا ما نعقبوا نعدلوها، نعدلوا الحكومة ذات وضع نعدلوا قاعة في الصال. وأنا بعد شخصيا نأيد الفدرالية الموريتانية ونأيد إخواننا الأفارقة ذات هم عنهم يعادوا دور الحكومة ذات الولايات النهرية يقبضوها في الفدرالية غير تبوا كاملين تحت سيادة موريتانيا. ومجموعة أهل القبلة اللي فهم ذاك اللي بغاو ينضبوا ينضبوا إذا بغاو يقصوا النهر والله هما ما عندهمش من خيرات، عندهم الخيرات إيش من ياي بوي والله حبتين من العلك. وذي السياسة الخابرة اللي نوع هذا هو يا غير بعدنا احنا رحموا بالشعوب الموريتانية كاملة وهم ما اللي ليسوا بعيدين ذاتهم من منطقة الساحل الشمال. هذا كلام ماكو أول مرة تسمعوه غير راهو عجلة التاريخ تسمع على قاش فات خرقت ذاتوا هاد العيون ذيك الساعة منين تراولا يتكلموا وقالوا عن اللغة العربية ما هي خارقة واللغة الفرنسية وعدلوا مؤتمر وقفوا لهم قالوا لهم لسان الضاد يرنق بالعيوني إليك اليوم مؤتمر العيوني. السميدة من قدام المختار والدادة جابت له مشاكل بهلي وقالهم عن دور تراجع اتفاقيات مع فرنسا وتؤمم الفرمة ترين حدس وترين عدلوا بها أول ما رأيت اسم هذا الكلام لغير عقب عرف عن السميدة كلامه كلام زين وعاد رمز تغني به الناس. السميدة هي المحبوب ما من تنابرتين افكارك في الشعوب تناقص كل قيد الافكارك اللي خلقت فيما بعد من تنظير السميدة رحمه الله. وبهذه المناسبة أراني إلهي ندعيكم تقرأ الفاتحة على روح السميدة وأحرار موريتانيا كاملين ونتوسل إلى الله جل وعلا بالبيت الفاسحة عن نصر محمد والعبد العزيز نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شرنا قضيت. اللهم إننا نسألك أن ترفع الظلم عن محمد بن عبد العزيز وتمده بكتائب النصر والتمكين الظاهرة والباطنة يا أرحم الراحمين. اللهم كن له وليا ونصيرا وعاصما ومجيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا وله أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا وعنهم أبواب الشر والتحسير. فأنت ولينا ومولانا فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصره يا أرحم الراحمين. اللهم وفك أسره يا أرحم الراحمين. اللهم اردد عنا شر الظالمين من الدولة الموريتانية. اللهم ألف بين الموريتانيين بالعدالة والمحبة والتضامن واجعل بلادنا بلادا ديني وعراحة المحتاج والمسكين. ورك راني ندعي لكم اللاب التي هي أحسن يغير ورده إلهي انتم ندعو عليكم الدعاء الشرعي أعقاب الليل. وراني قايد لكم عني منين ندعي على حد أعقاب الليل بالدعاء الشرعي دور تختلف بزم موازينه إيه. ولا نقول لكم اللي عني لعادوا الحجابة في موريتانيا فلسوا كاملين. أنا لك الخداوري والدي ما فات فلس وندور الدارو لعبد العزيز وصلاح موريتانيا وتوف والزوايا الثانية اللي بالو سقطوا الطالبينهم بعد من عند مولانا يهديهم. ورانا متبري منكم أطرصوا محمد ولد عبد العزيز ما حدبكم ما فتوا فجرتوا قنبلة في موريتانيا. نحن في قلب موريتانيا وعندنا علاقات مع العالم على قد مع بربر المغرب ومع بربر الجزائر ومع الطوارق وبعيادينا ومتفاصلين عيدينا ونعدل الشيء ثاني مولي خافي مع الله وتبرينا منكم. وعندنا حقوق الدولية للسكان الأصليين نحن كسكان الساحل والشمال.
قل هذه سبيلي أدعو على بصيرتي. شكرا. السلام عليكم. راني جاهية فيه الكلمات. الأخ سيدي علي ونبارك رئيس المجلس الإداري للجنة الجمعية الأوروبية الإفريقية للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، راح نعطيه الكلمة ولا يتكلم الأخ الرئيس الثاني والإخوة اللي باغيين يتكلموا، وهذا هو اللي نقول لكم في هذه المرحلة. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا اللي لا يتكلم كيف قال لكم السيد القاضي المحترم الصديق قال سيدي علي المبارك من مناصرين محمد بن عبد العزيز، وذا اللي لا يتكلم عنه ويتكلم عن جل ياسر منه قاعد يتكلم عنه السيد القاضي ووضح الأمور القانونية اللي أنا ما يهمني اختصاصي وخارجين النقاط شارع اليوم أنا مالي نختار نتكلم عنه، وذوك النقاط الأولى منهم ظلم العبد العزيز اللي باين في القانون وباين في الشريعة وباين في وسط المجتمع الموريتاني وباين في الخارج والداخل، واللي ما كان ظاهر منه رغم ظهره لجنة الدفاع المحترمة اللي قودها واللي شدوا جزاه الله خيرا وأعطى فيها ذاك اللي قد يصح من التأثير القانوني والأخلاقي والقيم. واليوم أظهر أنه العبد العزيز عم إنسان مظلوم، واللي مظلوم به هو شنو؟ مظلوم به انه ابن موريتاني من العدم للوجود، وعدلها الدوله ينحسب لها حساباتها في افريقيا وفي القارات الخمسه، هذا ما خالف حد ما يعرف، ورفع من جانبها الدبلوماسي، ورفع من جانبها الداخلي، ورفع من جانبها السياسي والاقتصادي، وعدل فيها من البنيه التحتيه اللي ما قطع له رئيس ابدا، واللي كفالوا به هذا الخونه اللي يرأس هذا اللعين اللي قاله محمد الشيخ القزواني، والخبيث شارب خمرين والبي اللي راهم شاهد عليه عندكم في الاتصالات، شاهد عليه راجل الشيخ اللي جاور سكران في دوله من دول افريقيا، واللي بيو جايب الديانه الابراهيميه وهم ينزع الديانة الإسلامية ويدير بلاد الديانة الإبراهيمية، بما أنه راشيت الإمارات وإسرائيل مشينوا، وأنتم راكم شفتوا إسرائيل اليوم اللي تعدل المسلمين في غزة، هذا كامل يبقى على عاتق هذا الخبيث اللي قالوا القزوان اللي جر الراجل مدة 43 سنة وهو داير على كتافه، ولا قطع الانقلاب ما هم حضروا فيه، ولا قطع الاستشارة اسوى شنين ما هم حضروا فيه، وراهم كفالوا به هذا اللي شفتوا من الحقارة ومن التجرجير ومن الإهانة ومن التنكيل بأسرته وبأسرة القبيلة برمتها. هذا اليوم نختار نقول القزماني وجماعته والحوارثي والبية هذا ما هو مقبول، عندهم مسلتين والثالثة ما هي خارجة وحدة لا يطلق الصلاح، هذا الإنسان اللي مظلوم واللي محكوم عليه إلا أنه ابن موريتاني. الثانية مالكي أعرفه عن هذه المنظمة اللي احنا نتماولها عنها، قادرة على توقف جميع المساعدات اللي تدعم بهم أوروبا وأمريكا واللي غيرهم موريتاني، قادرين على نعدلوها، ولكن احنا بين الاخلاص للوطن وبين عز المواطنين وبين اللي نعرف عنهم جياع وعطاش ومرضى احنا ما نقدر نسخى بها الرسوم في الوقت الحالي، يا غير اذا تم الحال مستمر هم ويا الموريتانيين اعلنكم وراه جميع المساعدات اسم النوع لا يتوقف عنكم، هذا انذار
هذه الظاهرة الأول بعدين. نعم. النقطة الثانية نتكلموا عن أهل الشمال. أهل الشمال هم أصلا عمدة موريتانيا، وهم أهل السلاح، وهم اللي أبواتهم مقاومين، وهم اللي أصلا ذبوا عن موريتانيا، عهد فرنسا وعهد البرتغال وعهد أي دولة وعهد إسبانيا. ما جاءت الدولة الاستعمارية ما تلقاوا لها بكبودهم وضحى وبدمهم ملحمهم من أجل هذا الوطن اللي تراكم فيه، اللي خرمزوا فيها خمس وزراء من ولاية العصابة والسات اللعين والقزوان. هاي رواية عرفنا عنهم انتقام شديد من هذه القبائل الساحل برمتها والشمال، من أجل إيش؟ من أجل ينتقموا منهم هذا أعداء الله ورسوله اللي ذكرت لكم، اللي يسيروا موريتانيا حالا ويسيروه تسيير يشتكون من المسام، فيه الجوع وفيه العطش وفيه قلة الدواء وفيه ضرب النساء وفيه سجن المدونين وفيه قتل الأبرياء داخل مقار الشرطة اللي هي رياضة تعود تحمي المواطن من عاد من جاء مواطن يقتل فيها كي اللي خلق الولي الشين وخلق عمر دق وخلق الوحدين ثاني قاع ما معلوم بهم. اليوم أرانا منذرين ومحضرين هذو الرجال اللي متواسع عنهم رجال وهم ما قد عودوا رجال، بهم اللي اعتلتهم بين يدي وساتهم ومسهم، وهذا ما قطع رجال في التاريخ، تاريخيا ما قطع رجال. إيش باش يقطع عدلو يدي وسات؟ هذا اللي زمن عبد الرحمن والسويد أحمد الله يرحمه اللي رغم عليه ناقة رغم عليه شيخهم وعات الدار عليه قرزت مدة عام، والله مشيتهم هربتهم شغل القيبات، منين جاوا للقيبات قاموا قالوا لهم عن دوركم تعطون الشيء من الحيوان لا يجيبوه للسويد احمد، قالوا لهم والله لا يعطوكم غير يديروا لي الكاف، قاموا داروا لي الكاف منين جابوه لعبد الرحمن، قالوا له شنو؟ قالوا له هذا اللي كنت ما كيف نبيع ان نجيبوه له راعينا جبناه له، ايوا قال هذا اي الكاف اللي ردوه له. معناها انهم ما هم قبائل قط عادوا في المستوى، وعبد الرحمن فمه يرحمه تانا ويرحمه قال عن مسومة مقلبه يقول كلمة ما طرحوها مسومة للنصارى، عهد النصارى عهد المستعمر، معناها أنا معروف بالتجسس والخيانة والخبث. اسمحوا لي، معروفين هذو القبائل معروفين عنهم ما قطعوا للساحة ولا فيهم يعودوا ليها، وإحنا بعد بالنسبة لنا كقبيلة وبالنسبة لنا كمنظمة وبالنسبة لنا كشعب موريتاني واللي واقف معنا من الشعب الموريتاني نختار نقولوا هون عن صبرنا وفق صبرنا بصيفة ما خسر بها موريتاني، ومنين يعودوا هاي الخطة متمادين وسجن عبد العزيز والتنكيل به، عرفوا عن موريتاني وهو في أخباره، عرفوا عنه فرض علينا إلا عندنا مسبتين، واحدة لاين احتلوا ذاك القصر بصيغة سلمية، والله واحدة لاين حملوا سلاحنا ولا 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 لا يجي حد قدامنا أسوأ منهم ما قتلناه، وإذا أنتم تعرفوه وتعرفوا عنكم ما عندكم شيء من المشاكل والحروب، بيكم اللي مد قبيلتين من ريخة قبائل موريتانيا ولا قد عادوا يذبوا يذبوا على الروس، وهذا راني فتنا مشينا به ياسر البوكلاء وري طالب ملي. عندي مطلب ملي ل يعني الحلاطين والكوار، الكوار اللي مضطهدين في موريتانيا والحلاطين اللي مضطهدين هم موريتانيا ومضطهدهم نظام القزباني وبعد من العظيمة السابقة، ومن ذا المنبر أراني مؤيد السيد النائب المحترم برام ولداه والعبيد، لأنه
انسان مواقفه وانسان يحسب له حساباته. ومعروف عنه انسان حقوقي محض، وعنه اظهر على حقيقته. اسمحوا لي اخوتي الشباب. وعنه انسان اللي دافع عنه من حقوق الانسان ومن الحريات العامه والخاصه، عنه ثبت الجدار. عرفنا ان الراجل هو اليوم هو الوحيد فهذا الشعب الموريتاني اللي دافع عن الحريه ويدافع عن القانون ويدافع عن التعبير، حريه التعبير. وهذا ما طبقينا نشير عليه. واليوم يا ولي القزواني ويا ولي حويرثي ويا اللعين شارون الموريتاني والبي اللي بيك جاي بالديانه الابراهيميه، رانا منذرينك ومنذرين جماعتك عنها. تعطي العافيه الروسة، والله احنا قادرين الى حمل السلاح وتدمير اللي جا قدامنا كامل باش ندمره. وشكرا. سيدي عادي على الكلمة الطيبة، نحيي الكلمة للأخ عبد الله والأعمر نائب رئيس المجلس الإداري الأوروبي للمنظمة، الأمين العام رئيس أنصار القائد الرابط محمد بن عبد العزيز في أوروبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا قاعد ما خلاني اليوم شو اللي نقول من الوقت الصوم ذا كامل اللي يرضي نقال. بو يبلغ ان اسبانيول ان بوكيتو ورا ما داروا من ساخي على الاوروبيو. اي ديسبويس عرضوا كنا يديو موكل ونتين دو نص العذرون دو نور الدم. يا كوندينو تخنت منتي لو كستا اللي خونتي دو كستا haciendo en Palestina. Lo condeno tajantemente y quiero que el mundo sepa que ese genocidio que lo hacen las madres del terrorismo y de la matanza y de la ocupación ilegal, como América, Bretaña y Francia, arrastrando con ellos Italia y Alemania, que es una vergüenza mundial. Y mando mensaje al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Gutiérrez, que debía salvar su profesión de vergüenza que está metido en ella. Debía ser el secretario general de las Naciones Unidas, debías hacer lo que hicieron vuestros compañeros de trabajo, abandonar los puestos de trabajo. O por lo que han visto en el televisor, y ellos trabajan en las Naciones Unidas. Y tú eres el primer responsable en las Naciones Unidas y tú estás viendo genocidios en el pueblo palestino. Ahora que le hablamos de la gente que ya fue la serie de Mauritania. Nosotros tenemos el pueblo de Mauritania de ellos, rápidamente, o de la gente que está en el clima. ما باعوا دمائرهم ولا دينهم ولا وطنهم، وبالاخص ذوك اللي في الخارج والداخل وجبهة التغيير جزاهم الله خيرا. ونختار كيرو تامبيان كو الموندو سيبا كي موريتانيا اس غزة. موريتانيا اكتوالمنت اس غزة هي بيور كا غزة. En casa lo están echando fuego desde el aire, Mauritania está muriendo de hambre, muriendo dentro de la comisaría de policía, muriendo en la calle, muriendo en las oficinas gubernativas y con una extrema dictadura total. No hay jueces, no hay justicia, no hay policía, no hay nada. Acepta o te mata. O te matan o te meten en la cárcel si no aceptan lo que ellos quieren. Ahí va a tener que decir
كانت تتم شذاك الدين على شبه اللغة الإسبانية. ونختار نقول الشعب الموريتاني لأنهم هذا اللي عبد لهم ولانا هم مساهمين فيه اللي ما خالق علم لا ينتقط عليه والله ينظلم والله يعدل يشي ما مرق للشعب يسوى دين وشنه ويسوى ومني يكون الشعب الموريتاني. نعرف عنكم باعتكم ياسمنكم باع دينه وباع وطنه وباع اخرته وباع ارضه وباع كل شيء لكن ما كن كاملين. هذا بعد اللي ما باعوا ذا وحيين وشين عندهم للخارج من وطنهم عليهم يمر كل الشارع هنا والشارع يلين يجيب لهم ولانا خلاص. نختار نندد مولي ولا تنبيع حد يبقي وطنه وخايب من مولانا وتكل على مولانا ما يبقي وطنه ولا نبقي الناس تعدد اللي عدل النايب الفضيل الشريف الاصلي محمد بوير ولا الشيخ محمد فاضل اللي دخل عدو الاعداء الله يرأس به وحكموا اللي ظالمينه به اللي معاديهم ويكرههم ويطرح فضايحهم في التلفزه وصار اذا ذلك ومرق خرج من السجن يهيدنا على الغزوان. انا نختار هذو اللي يبيعوا اخرتهم في السجن بهم الجبن خير فيك تموت في الجبن خير تموت في السجن كيف عمر الديوب وكيف ولد الشيخ وكيف اي حد مات على كلمه الحق يدافع عن وطن خير فيك قايس جنة الفردوس بكل شهيد غير تدخل عدو وبرلماني وعدو للحكومة والرئيس بالأخص ويلوذوا لك وحاكمينك عليه إنك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام يدخلوك السجن وتمرق تهدن على الرئيس هذه خير فيك من أبوين مات وخاضوا وتموت في الحبس. والسلام عليكم ورحمة الله. بأبي أنتم يا رسول الله. شكرا لأخ عبد الله ولي العمر رئيس أنصار القائد الرابس محمد ولي عبد العزيز. نشكركم جميعا والكلمة الآن عند المناضلة الأنصارية آمنتو لأنها تتكلم الكلمة عند أنصار ولي عضورة نعتبرها عضورة في المنظمة حتى هي وعضوة أنصار القائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا محمد. أنا حضرت الملتقى لمعادلة نصرت حضرت الملتقى لمعادلة نصرت ابن الشريف وطالب ويا محمد العبد العزيز جيت نتكلم قدم اعتذار على النصارى الإفريقية كاملة عندنا نقدر نعبر الشيخ عاصم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذرع حتى لأقصى حد طالب جميع الشعوب اللي يهزم هذا الشريف المظلوم لأنه هذا هو اللي جد نرجو شفاعته غدا إن شاء الله. وثانيا هو اللي ابن موريتانيا الحقيقة الوراني نحن عقدنا بعد زمنه ما قدش ابن موريتانيا حقت المرحلة اللي لحقت فترته هو وطالب من هذا الديار الإسباني ورفع ظلم عن هذا الشريف وهذا البطل عنه وهذا حرام لا يتواصل بعد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد اعتذاري مرة ثانية عن جميع الأنصار عما ما فينا حد قد يضر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. جزاك الله خيرا. قدم نفسك قدم نفسك. خليك بالي. السلام عليكم ورحمة الله. متكلم خيرين عبد الله يوسف إبراهيم من مواليد الماليبو ومن أهل الساحل خاصة ودار بدمي ولحمي وجسدي على رئيسنا وابن عمنا وشريفنا محمد بن عبد العزيز اللي مظلوم اللي جاب اللي جاب الحكم وجايب جابك انت يا غزواني واللي جابك من العسكر لاني انا كنت في الجيش وانتم كنت في الجيش جابك من العسكر كنت معاه هذا
ابتكار وهذه الروايات اللي عدلته هو أول إنسان عدل شيء للموريتانيين لوحدة الموريتانيين اللي عرفوها الأجانب اللي هم الزنوج الكوع. هذا الزمن اللي خرب فيه شيء ياسم الأمور اللي خرجته موريتان خاصة بزمن معاوية وعابو محمد عبد العزيز هو اللي نظفها ونقاها وعيط للناس وقال لهم عنهم يرتد لهم حقوقهم ويسكنوا. وهو الإنسان الوحيد اللي ساعد الفقراء وسمى رئيس الفقراء، وهو الإنسان الوحيد اللي الحشين قالوا القبرات وعطان الناس التراب. موريتان أخرى كانت المطارها، موريتان ما كانت مطارها، موريتان هو الإنسان الوحيد اللي عدل مطار وعاد وغيب به وانتم هم تستدروا به. أرخص الرواية اللي عدلت محمد عبد العزيز أنه إنسان كان داير إنسان صديق له وعايش معاه بنفس المكان يتقاسموا لوكيل ينجالبوه شيباني ضعيف دار ومرق منها ويرتطع لفراشه ومرق. هذا هو ابنه اللي يعدل له، هذا هو قاع السجن، هو السجن يعدل قاع الناس اللي الأبطال هم اللي انسجنوا والأبطال هم اللي يقاوموا هم اللي يعدلوا الشي صالح. محمد عبد العزيز زمنه كامل زمن الخير وزمن العافية، هو اللي قدم موريتان وهي هي اللي هابها العالم المغرب إلينا خلقت الرواية بالمغرب وعيط له وقال له عن وجي، قال له عن وجي الشعر البيع من هو انتظرك تتعدلها والله عندنا واحد أفضل. هو الإنسان اللي نعت شجاعته وهو اللي قدم موريتان وعاد في القمة العربية تقدم الموريتانيين وعاد اسمه، لأن موريتان اللي يجي رقاش ويسول عن موريتانية قالوا قاع موريتان منين شنو موقعها قاع جغرافي ما كان معروف ساقوه هو موريتان هي هي غنى بلد وهي هي بقر، البقر نحن ناقعين فيه. والعبد العزيز كانت الناس عايشة ورق عاد النهب والاغتصاب والقتل، القتل بالسلك الدبلوماسي والعسكر اللي هو الدركي اللي كاتلينه أصحابه في الجيش. لماذا؟ هذا اللي هو الناس اللي قتلوا، اللي هم الأطفال اللي المشردين اللي مات له يقرب، اللي هم الشوارع مات له الدرجات مات له الأمن مات له خالد. من هو الأمن؟ الأمن ما هو خالد، موريتان ذاك مات له فيها الأمن ولات له فيها الاستقرار ولات له فيها شيء. ذاك نحن مطالبين عن ينطلق سوى عبد العزيز حرية. هذا اللي ندار عليه من الزور وذي الروايات اللي ما يخالقه يالطول برا منها، لأنه إذا كان ما هو زور يعودوا يخلوا هذا المدافع عنه يدخلوا في قاعة المحكمة وما يقول قالوا له ما تدخلوا وما يقول له ما تكلموا قبلهم القرار من أنفسهم، لأنه هذا حساب، هذا حساب بينه هو وهو، لأنه لين يشوفوا ما هم عدلش صالح لا هي بابا بيته يقول له عنه عدلش ما صالح به اللي ما يرجع عن كلمته. راجل بما في كلمة معنى، ونحن مأيدينه طالبين من عند مولانا إن شاء الله ينصروا ويمروا من الضيق اللسع ولا يتخرج بإذن الله تعالى. قال الشيخ محمد المامي لا يا مولانا باسمك العظم بلا تكية الصفات حد ظلمنا تعطيه عظم من اللي بلا أسباب الوفاة. ويقول مولي ويقول مولي الشرق عاد واحد للساحل كامل لا مكانه عنا في جبل غلاب غربي. هذا قطع انه واسمحوا لي انا المتكلم من البارك الله الشيخ محمد المامي والعبد العزيز قدوتنا وشيخنا وابن عمنا ودايرين فوق راسنا ولا انتم دايرين فوق راسنا الى النهايه. والناس الى عاد ما ظهرت موريتان حتى قال عنه ما ظهرت موريتان الناس ما ظاهره والناس متضايقه كامله فما فيها والناس كامله كلها والعبد العزيز ما هو الا والعبد العزيز وحده، الناس كلها ماشي في الشارع والعبد العزيز خضر كوري بيضاني كلها يقول عنه العبد العزيز الشاشه يقول عنه العبد العزيز لانه لين مرق ونعطات له نعطاه الوقت شافوا الناس ماشيه معاه وهو السبب اللي قبضوه بهم اللي يعرف عنه ما يبدو خلوه في الشارع الين خلوه في الشارع لا يشوف اللي لا يخلق الحكم لا يتنازل عنه الناس ولا يرجع هو الحكم لان الناس كامله وصوبت عليه الناس كامله تدور العبد العزيز قبل قاعد ما ندور الشيخ صالح وندور الناس تعطيه
تعطيه حقه ويرجع البلد ويرجع بالسلامه، لانه البلد ما يصيب عنه، موريتان ما يصيب عنه عبد العزيز، موريتان برك في الظلم وفي السرقه وفي انتم منين هو الرئيس؟ ما شفناه، ما شفنا له عمل. الى عاد قاعد عبد العزيز قلتوا عنه سرق وعدل كل شيء، انتم راح منين هو اللي سرقته والله اللي عدلته؟ ما شفنا مطار، ما شفنا قدرات، ما شفنا شيء، شفنا اللالويب والناس والقتل والنهب والاقتصاد، هذا اللي شاف. ما خالد شيء قال لا ذاك ما خالد اي تشوف الليل الخالد وتو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للاخ خيرين خيرين عبد الله خيرين والشيخ محمد المامي نفعنا الله ببركته. رانا متوسلين اليوم بالشيخ محمد المامي، متوسلين بالشيخ الكنتي خليفة عازري فصك، وذاك اللي قال له الشيخ محمد المامي اللي قام يا مرابط فصك يا مرابط فصك تلقات عند راسك من كل اشفار جاية منك جير اشتات وجاية من السهوة القنار. متوسلين بركة الشرفاء آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كاملين من عهد جدنا مولاي عامر نفعنا الله ببركته إلى جدنا الدويس الكبير، أوليائهم كلهم واللي قطوا قدموا من التضحيات ومن الشهداء وعالوا من الأيتام وبناوا المساجد وعانوا من الضعيف. أنا رانا متوسلين بركتهم كاملين ينصر محمد بن عبد العزيز بركة والد رحنا محمد وليجة محمد ولي بحبيني وبأعمال الصالحة اللي وكرامته ظاهرة اللي انتصر بسببها واحد من أمراء موريتاني على الجيش البرتغاليين المحمل بالسباع ورجعوا صاغرين ودفعوا الدية، دفعوا كلام المغرب الأمراء ذاك الوقت. وباركة جده هو أبو قنبور باركة ذاك كامل وباركة الشهداء أم التوسي كاملين اللي قدموا ونسأل الله جل وعلا باسمه العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى. آمين اللهم صل وسلم أنه ينصر محمد بن عبد العزيز ورد عنه الظلم. آمين اللهم صل وسلم واللي كادر ومكيد يجعل تدبيره راجعا عائدا عليه. ومن حفر له حفرة فاجعله يا ربي مساقا إليها وواقعا فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا واكفيه شر الأعداء ولقهم يا أرحم الراحمين الرداء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها واسترتها لنا أرحم الراحمين. اللهم اصلح بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين محمد والعبد العزيز وعائلته وأهله الطيبين الطاهرين أبناء أبي السباع الأجلاء أدامهم الله لنا في الأرض رواسيا في طولها والعرض. اللهم أعطف عليه قلوب الأخيار وردد عنه شر الأشرار. اللهم ألف بينهم وبين الشعب الموريتاني عامة من الأخيار وردد عنا وعنهم شر الأشرار وكفنا شرهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الظلم والفقر وارفع عنا المصائب واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. اللهم إننا نرفع أمر محمد والعبد العزيز وأمورنا إلى الله جل وعلا. اللهم إننا نشكو إليك ظلم النظام والغزوان. اللهم ببركة أيضا وذكرتها ببركة دعوة الكنتي خليفة الكنتي عزري فصل على إمارة بدوكل من يظلموه وأنه يزيل ملكه. ندعو لك بما دعا به أن تزيل ملك الغزوان بعدما أذاقنا من الذل
انتهك حرماتنا وتطاول على رموزنا. اللهم شتت ملكه واخذله يا ارحم الراحمين. اللهم اردد كيده في نحره. اللهم اردد كيده في نحره واجعل تدبيره عائدا اليه يا ارحم الراحمين. ندعوك يا الله بما دعا بها موسى الكاظم. يا رحمة يا غرة الله حلي عقد ما ربطوا وشتت الشمر أقواما بنختلقوا. الله أكبر وسيف الله قاطعهم وكل ما قد علوا في أمرهم هبطوا هبطوا. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارفع عن ظلمهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشغله في أنفسهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الإجابة يا أرحم الراحمين في هذه الساعة التي تقعد بصادفة ساعة الجمعة التي لا يدعو بها شخص يسوى شنه إلا يستجيب له. ربي إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إننا نشكوك نشكو إليك قلة حيلتنا وهواننا يا أرحم الراحمين ونطلب منك النصر لنا وله ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. كسامة نراني نشكر أنصار القائد الرمز محمد والعبد العزيز في كل مكان. نشكر الإخوة الذين تجشموا عناء السفر لحضور هذه الندوة. ونشكر أولئك الذين وقفوا في نواكشوط للدفاع عن الحق ومناصرة محمد والعبد العزيز. ونشكر المنظمات اللي وقفوا معنا في ساحات النضال الماضية ومن ضمنهم المنظمات بعض المنظمات الجزائرية وبعض المنظمات المغربية في المهجر وبعض المنظمات الإفريقية ومنظمات فلسطين. أرانا ملجين لهم الشكر جميعا ورانا الشكر موصول أيضا مع كامل الشكر والتقدير الحركة العرب السمر في موريتانيا بقيادة الزعيم بيران ولداه العبيد على مواقفه النبيلة وظهر اليوم عن مجموعة الحراطين عنهم هم الشرفاء وكانوا شرفاء أصلا وهذه مسألة نعرفها. ما قدوا يسقطوا إفقاعات الخبث والرذيلة والنفاق ما سقط منهم ولا واحد ولا انشرات ولا اشتراب. ورانا لا يقولوا عن حصحص الحق وزهق الباطل. الوزراء راهم شهدوا بما علموا وأداوا الأمانة. قالوا عنهم ما قط إن أعطات لهم تعليمات في شيء يسوى شنهم وعنهم مسؤولين ويتحملوا المسؤولية كاملة. والغزواني نفسه راهو شهد وبلغ شهادته البيران ولداه العبيد ولاه صندوق حد ولاه تاسفرة حد. قال عن قالوا عن محمد بن عبد العزيز عن اللي عنده من المال ما هو قابله من الدولة. وظهرت لا تقتل الدور مصدر أموال بن عبد العزيز معروفة عنها من الحملات اللي بساعدين بها الناس عن طيب خاطر في الحملات كاملة وعنده الحق يتصرف فيها من أعطاه له هدايا من بعض رؤساء الدول والهدية في القانون الدولي لعلمكم لا ترد لأنها من الأعراف الدولية يعني الهدية تستقبل لأنها تؤدي إلى تعزيز العلاقات. ورئيس أعطاه له هدية وما يقبلها هذا ما شعر شيء له يوتر العلاقات وضرها وذا ما يعني وتو المال نقي وشهدت الناس كاملة بتبرئته وشهد الشعب ونعرف عن هذه مهزلة ومسرحية سببها ضعف الإيمان والجهل. وأعطوا سدوا عن هذا الملف جزاكم الله خيرا. وإذا كما قالوا الرؤساء نحن لكم بالمرصاد ودور صرنا الله جل وعلا نصر خطاهم سبحان الله جزعني ولم يخطأ ويطرصوك والله يطرصوك ختم يختم والله يطرص بلاج مني هذا اللي عبد الله سبحان الله هم يطرع على ثنتين
لا يعترف بخطأ هو خطأ، الناس كامل اعترف عنه خطأ، وإلين ذي ساقه وإلين لا يسأسون الصحة. ذلك اختيار عندهم، أي ما يترصوا براع عاجلة وإما يرفع عليه قاع إلى بها وإما ينقلع منه تحت اللجنة. السلام عليكم ورحمة الله. ختام هذه الجلسة القيمة، أراني بعد من المنبر شاكر القاضي السيد القاضي الصديق ومناضل الكبير عبد الله والعمر من أنتو من تبايا و خيرين ولد السيد إبراهيم والجماعة الثانية متابعين وشكرا، وإن شاء الله على الدرب توف ماشيين على هذا النمط لين نحقق الهدف إما عاجلا وإما آجلا. شكرا للإخوة جميعا، ونعلن ختام هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله.